الرحيم. بسم الله والصلاة على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. النهاردة بمشية الله يا جماعة احنا اشتقنا لصيد الغلة، فجينا كده على مية ان شاء الله. المية دي على الطريق الدولي، كنت وصفتها لكم قبل كده. فالمهم اخترنا مرمى المية بتاعته ماشية، نعرف ازاي ان الدور المية بتاعته ماشية. في معايا ورقة زي دي كده يا جماعة، معايا ورقة زي دي كده يا جماعة اهي، بنرميها كده. بصوا يا جماعة الورقة ماشية كده، انا الدور بتاعي المية بتاعته ماشية، اطمنت ان الدور ميته ماشية، يبقى السمكة فيه متحركة ان شاء الله. ان شاء الله الدور كده ممكن يمسك سمكة كبيرة. نقلف الغلة بتاعتي ازاي كده اهي اهي في الغامق بتاع الدور يا جماعة، في الغامق. انا بنرمي في الغامق يا جماعة، انا مش عايز السمكة تطلع لي، عايزها تاكل من تحت وهي مرتاحة. الغلة دي انا بلتها بالليل، بلتها بالليل بس، هنقلف بيها الدور كده مثلا يا جماعة. شتين ثلاثة غلة، وبنمسك شوية زي ضوء، نبدأ نرمي على شمال الضوء شوية كده في النص في الجنب ده، وشوية قدام المراية، وبنصبر شوية يا جماعة إن شاء الله، وبنتوكل على الله. نبدأ نفرد عدتي ونبدأ نصطاد بمشيئة الله. خليكم معانا إن شاء الله، لو شفتوا المقدمة ديت يبقى الفيديو فيه سمك وهننزله بمشيئة الله، لو ما فيش سمك طبعا يبقوا مش هتشوفوني. خليكم معانا. اهو اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حط ايدك حط ايدك يا عز. لا اسند بس كده، سيب يا عز، سيب 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 يا عز، سيب 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 سيب. لا انا عايزك بس توري لهم الحجم. خد يا عز، خد يا عز. بعد اذنك. الله اكبر يا جماعه. طبعا سمكه زي دي انا ما ينفعش للفح على طول، ماشي، لان السمكه دي معديه نص كيلو او نص كيلو، ما ينفعش لفه على طول، لازم تاخد ايه الهادي بتاعها في الميه. اللهم صل على النبي. اهدى يا حلو، اهدى اهدى، خلاص كده انت لازم بقى اللهم صل على النبي. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك، اللهم بارك. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، اللهم صل على النبي. اهدي اهدي يا حلو، اهدي يا حلو، اهدي يا حلوه. اللهم صل على النبي. ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. الله يبارك لك يا عم سام حبيبي يا عز. ما شاء الله يا جماعه، حاجه حلوه اهي، ربنا يكرمك. لما نيجي نرمي طبعا بنرمي جوه خالص على قد ما نقدر، وبعد كده نبدا نسحب الايه الريشه، الفله، ايا كان المسمى او الحاجه المستخدمه، واحده واحده كده على الضوء. طبعا لو الضوء المايه ماشيه نحرب، نخلي فيه سن التحريق، يعني ايه نخليها مشدوده عليها كده سنه
بحيث لما السمكة تدخل برضو يبقى في امل ان هي تضرب نفسها. يلا بقى حلوة ما تكسفناش، واضرب لنا ضربة حلوة كده. صلاة النبي، صلاة النبي، صلاة النبي، صلاة النبي. اللهم صل على النبي. تعالي، الله أكبر، الله أكبر. ليه كده؟ ليه كده؟ راح لحلان البحر ليه؟ ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هي ملطوشة بس الحمد لله، يعني إيه الفكرة إن الدور فيه إيه؟ فيه سمك يعني، ما شاء الله، ما شاء الله يا جماعة، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. السمكة هي محترمة، هي ملطوشة بس الحمد لله، يعني دخلنا سمك في الإيه؟ في الدور. يا كريم يا رب، ان شاء الله يومكم جميل، ان شاء الله يومنا جميل معاكم، ربنا كريم. فيضان في المايه ده ولا ايه يا جدعان؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. لا هو بيبقى الكره دي هي. ايه ده حلو، ايه ده يا حلو، ان شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك، اللهم بارك. السمكه يا جماعه، السمكه يا جماعه، صلاة النبي، صلاة النبي. ارمي غلة، ارمي غلة في الدورة. خلاص خلاص. تعرف تمسك الرمية دي على طول؟ ان شاء الله. اهو انا لسه ماشي عز. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك عز. ايه لا بس ما تضربش سمكه كبيره بالمنظر ده كده. الله ينور عز. هتعرف تسلكها ولا ايه؟ اصبر هي من عارف. انا يا ابني يا ابني، بالراحه بالراحه. الله ينور عز. سلكت انت اهو، تسلم ايدك عز. ماشي مش مشكله، المهم تخلي بالك بس. جدع يا بالراحة. طيب لم الخيط، لم الخيط، لم الخيط، خليك هادي، خليك هادي. لم الخيط الزيادة.
بص اخوانا انا كده ان شاء الله وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. انا هنسهر بالليل شويه، معايا طعم يعني ان شاء الله، ومعايا فسفوق ان شاء الله، هيبقى في مجزره بالليل. بس انا والله العظيم البطاريه بتاعت الموبايل خلصت، فانا هنكتفي بكده يعني، مش عايز نطول عليكم. تحياتي ليكم، كان معاكم اخوكم سامح الخالقه. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشترك عندنا في القناه. تحياتي ليكم، وانتظرونا ان شاء الله، واللي جاي احسن باذن الله. السلام عليكم.